بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي مرة أخرى مع درس صلة الرحم للصف الخامس ابتدائي. ماذا سنتعلم اليوم؟ صلة الرحم، تعريف صلة الرحم، حكم صلة الرحم، فضل صلة الرحم، كيفية صلة الرحم، الأرحام الواجب صلتهم، قطيعة الرحم وتعريف قطيعة الرحم. ماهية صلة الرحم؟ صلة الرحم تعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا الرحم خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. وهي تعد من الأمور الواجبة على كل مسلم، وذلك بأن يصل رحمه ويصله. وقد ربط الله تعالى بين صلة الرحم والبركة في الوقت والرزق، وجعلها سببا لهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرزق الكثير والعمر المديد من وصل رحمه. فيجلس المسلم مع أقاربه ويتسامرون ويتناقشون في المواضيع المختلفة والمتنوعة، مما يؤدي إلى صفاء الصدر كل منهم اتجاه الآخر، وزيادة الألفة والمحبة فيما بينهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صلة الرحم قبل الإسلام. وقد كانت صلة الرحم من الأخلاق المعروفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف بها أيضا كما يتضح ذلك من قول أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة، فقالت له مخاطبة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو لصلة الرحم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح أرحامه ويدعو لهم ويوصي بعضهم بعض ببعض ويفخر بهم ويقدم لهم المساعدة المادية والمعنوية. وممن كان له أنه مما كان أنه دعا لعبد الله بن عباس بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. ومن أجل وأعظم المواقف التي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رحمه ما حصل عند موت عمه أبي طالب. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن المغيرة، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطق بالشهادة فأبى، ولما مات أراد النبي أن يستغفر لعمه. روى الإمام البخاري قال الرسول في ذلك: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله ناهيا عن ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. وصلة الرحم اصطلاحا، تعريف صلة الرحم في الشرع: صلة الرحم الشرعي تطلق على من تجمع بينهم القرابة ويحرم النكاح فيما بينهم. وبناء على ما سبق، فإن أبناء الأعمام وأبناء الأخوال لا يدخلون في مسمى الأرحام، وإنما أولي الأرحام هي الأم والأخت والعمة والخالة والجدة. حكم صلة الرحم: لا يوجد خلاف أو أي خلاف في وجوب صلة الرحم على المسلم، وذلك لورود عدد من الأدلة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، كما نقل الإجماع عن ذلك، إجماع الأمة. ومن الأدلة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام،
إن الله كان عليكم رقيبا. أما الأدلة من الهدي النبوي، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فضل صلة الرحم: لصلة الرحم فضائل جمة كثيرة تعود على صاحبها في الدنيا، منفعة في الدنيا والآخرة. ونذكر منها سبب من أولا سبب من أسباب دخول الجنة، والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى، أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. قال: كأنه كان على راحلته. ثانيها علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر، وبين صلة الرحم، حيث أن المؤمن الحق لا يقطع رحمه ويكون حريصا على صلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وثالثها سبب من أسباب الزيادة في العمر والبركة في الرزق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والمقصود بزيادة العمر كما جاء عن العلماء أن الله يبارك في عمر من يصل رحمه بالأعمال الجلية الخيرة النافعة، مع منحه القوة في الجسد والرجاجة في العقل، وهو المقصود بزيادة العمر مجازا. وهو صورة من صور طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد أمر بصلة الرحم، كما أنها من المحاسن التي ورد الأمر بها في الدين واتفقت عليها الشرائع جميعها، مما يدل على عظيم مكان صلة الرحم ومنزلتها في الترابط بين الأفراد وتراحمهم وتآلفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ثم إنها علامة من العلامات التي تدل على اجتماع فضائل عديدة في نفس الواصل من الكرم والوفاء وغيرهما، وهي سبب من أسباب انتشار المحبة والألفة والمودة والتراحم بين الأقارب، مما يؤدي إلى نقاء القلوب اتجاه بعضها البعض. يعني هب أن هناك أقارب يتزاورون فترى الحب فيما بينهم، أو أناس وأقارب يتنافرون فتشتد فيهم الكراهية والغلظة. ثم إنها سبب من أسباب علو مكانة المواصل مع من يحيطون به من أهله وغيرهم، فمنزلته ترتفع جلية حينما يوصل رحمة. كيفية صلة الرحم: تختلف الطرق التي تتحقق بها صلة الرحم، فربما تكون بالمال أو تقديم المساعدة والنصرة وطلاقة الوجه أي الابتسامة وإرشادهم وتقديم النصح لهم، مع الحرص على الدعاء لهم بالهداية، ويشمل الدعاء كل من له حق بالصلة، بالإضافة إلى عيادة المريض من الرحم وإجابة الداعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعكس ذلك هي القطيعة، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها، وحذرنا ربنا جل جلاله من قطيعة الرحم، فقال في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. وكما ورد في الحديث الآخر حديث القدسي تقول الرحم معلق بعرش الرحمن تنادي: من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. ومعنى قطيعة الرحم يقصد بها ترك وصل الأقرباء وهجرانهم وعدم الإحسان إليهم ولا برهم. حكم قطيعة الرحم: حذر الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من قطيعة الرحم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جبير بن مطعم
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، إياكم وأن تكونوا من قاطع الرحم. كما بيّن النبي أن صلة الرحم ذكرت مع الأمانة دون غيرها من الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولئك كالبرق. أسباب قطيعة الرحم تعود إلى عدة أسباب، كالجهل بالأجر والثواب والفضل المترتب على صلة الرحم في الدنيا والآخرة، والعواقب المترتبة على القطيعة والكبر وعدم التواضع للآخرين وقلة الاهتمام بالأقارب وعدم السعي لنيل محبتهم ومودتهم، وكثرة العتاب وكثرة اللوم الذي يؤدي إلى القطيعة والبخل والشح عليهم، وعدم مراعاة مشاعرهم بالكلام أو المزاح وغير مقبول أو المزاح الغير مقبول من الطرف الآخر الذي يؤدي إلى العديد من الآثار السيئة، وعدم الصبر على ما يصدر منهم من الهفوات والزلات. نشاهد وإياكم هذا الفيديو معا. أخي أحمد، أتعرف أنا لم أذهب لتهنئة أحد في العيد إلى الآن، لا من أقاربي ولا أصدقائي. أخي الغالي سالم، هذا لا يصح من شخص مثلك متعلم ويعرف حقوق الأرحام عليه والأقارب أولى من يجب وصلهم لأنهم ذوي قرابة، فهم أولى من غيرهم، تبدأ بهم ثم بعد ذلك بغيرهم، وهذا هو المطلوب، أن يبدأ الإنسان بذوي قرابته لأنهم أكثر الناس حقا عليه من غيرهم، فحينئذ يبرهم، ثم بعد ذلك إن وجد وقتا زار إخوانه. أنا أخي سالم ذهبت في اليوم الأول إلى بيت جدي وسلمت على جدي وجدتي وأعمامي، وبعدها ذهبت إلى أخوالي ولم أترك أحدا من أقاربي إلا وذهبت إليه لأهنئه بالعيد وأبارك له بالطاعة، والجميع سر بذلك، وبهذا العمل حصلت على أجر صلة الرحم وأجر إدخال الفرحة على الأقارب، وأفكر اليوم أن أذهب إلى زيارة أصدقائي وتهنئتهم بالعيد، والبعض منهم التقيت به في أول يوم عند الصلاة. سامحني يا رب، وأعدك يا أحمد أن أذهب اليوم لزيارة أقاربي ولن أترك أحدا منهم كي أحصل على الأجر والثواب العظيم. أخي أحمد، أتعرف أنا لم أذهب لتهنئة أحد في العيد إلى الآن، لا من أقاربي ولا أصدقائي. أخي الغالي سالم، هذا لا يصح من شخص مثلك متعلم ويعرف حقوق الأرحام عليه والأقارب أولى من يجب وصلهم لأنهم ذوي قرابة، فهم أولى من غيرهم، تبدأ بهم ثم بعد ذلك بغيرهم، وهذا هو المطلوب. اللهم اجعلنا ممن يكونون ذوي صلة بأرحامهم، اللهم آمين آمين. أتركوا مع هذه الأسئلة التقويم، أولها عرف صلة الرحم شرعا، عرف قطيعة الرحم، اذكر فوائد صلة الرحم، اذكر آية وحديثا نبويا في صلة الرحم، عملا موفقا إن شاء الله.
عدنا والعود أحمد، وأمل أن تكون كانت الأسئلة والتقييم يكون سهلا عليكم. وأعلم أن صلة الرحم هي بمرحلتين أو بطبقتين. المرحلة الأولى هم الأقارب درجة أولى كالأم والأبي والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة، وهناك طبقة أخرى هنا هم أبناء العمومة وأبناء الأخوال وبنات الخالات وبنات العمات، تلك درجة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يصلون أرحامهم ويبعد عنا شر قاطع الرحم. شكرا على هذه المشاهدة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.